تصفية الصعوبات القرائية، الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى، مجال العائلة، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذن النشاط الأول، أقرأ لوحتي في جميع الاتجاهات. لدينا حرف الدال، حرف الذال، حرف الضاد، فتحة، ضمة، كسرة، حركة طويلة بالألف مع الواو مع الياء، تنوين الفتحتين، تنوين الكسرتين، وتنوين الضمتين. إذا حرف الدال: دا، دو، دي، دا، دو، دي، دن، دن، دن. ذا، حرف الذال: ذا، ذو، ذي، ذا، ذو، ذي، ذن، ذن، ذن. حرف الضاد: ض، ضو، ضي، ضا، ضو، ضي، ضن، ضن، ضن. المطلوب في جميع الاتجاه، الاتجاه الآخر: دن، 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 دي، دو، دا، دي، دو، دا، ذن، 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 ذي، ذو، ذا، ذي، ذو، ذا، ضن، 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 ضي، ضو، ضا، ضي، ضو، ضا. التمرين الثاني، استخرج من نص القراءة كلمات تتضمن حرف الدال، وكلمات تتضمن حرف الذال، وكلمات تتضمن حرف الضاد. إذا كلمات تتضمن حرف الدال من النص القرائي، لدينا دراجة، أهدتني، عيدي، والدي. إذن دراجة أهدتني، والدي، عيد. كلمة تتضمن حرف الذال: لذيذة، اللذيذة، هذا، أخذتها عذرا. إذن لذيذة، أخذتها، هذا، عذرا. كلمات تتضمن حرف الضاد. إذن في النص لا يوجد كلمات تتضمن حرف الضاد، سوف أقترح وكل متعلم ومتعلم يقترح كلمات من عنده. إذن ضماد، مضرب أو مضرب، ممرض، وضع، تمرين رقم 3، أجزئ كما في المثال. لاحظوا معي كلمة مدرسة جزئت مدرسة، نجزئ إلى مقاطع. إذن نافذة، إذن نا مقطع، في مقطع، ذا مقطع، تن مقطع. إذن نا في ذا تن.
ضباب. إذا تتجزأ إلى واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث مقاطع. واحد، اثنان، ثلاثة. ض ب بن. ذراع أيضا ستتجزأ إلى ثلاث مقاطع. ذي را عن. إذا ذي مقطع، را مقطع، عن مقطع. أقرأ الكلمات: هذا، هؤلاء، ذلك، كذلك، آنذاك. هذا، هؤلاء، ذلك، كذلك، آنذاك. أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي: اليوم عيد ميلادي، عندي سبع سنين، ماما تأتي تقبل جبيني، صديقي يأتي كرة يهديني، بابا يأتي يقول أنت وحيدي، اليوم عيد ميلادي. عيد. اليوم عيد ميلادي، عندي سبع سنين، ماما تأتي تقبل جبيني، صديقي يأتي كرة يهديني، بابا يأتي يقول أنت وحيدي، اليوم عيد ميلادي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.